إذ يمكنك استخدامه أيضاً للتخلص من الروائح الكريهة. يساعد فرك الملح بأطراف أصابعك بعد تقطيع الثوم على التخلص من رائحته العالقة بيديك. كما يمكنك التخلص من الرائحة الكريهة للأحذية بالطريقة ذاتها. تحتوي محمصة الخبز على شريحة منزلقة سرية في الجزء السفلي من الجهاز، ويمكنك إزالتها لتنظيف فتات الخبز المزعج. إن سبق وواجهت مشكلة في إخراج قطع الشوكولاتة من صندوقها، فابحث عن تلك الثقوب الصغيرة الموجودة حولها، لقد وضعت لمساعدتك، فإذا دفعت الحفرة المجاورة لقطعة الحلوى ستنبثق الحلوى للأعلى بسهولة. عند شرب رشفة من فنجان القهوة ذو الغطاء، فإنك تقلل من ضغط الهواء الموجود داخل الكوب، لهذا يحاول الهواء الدخول. يتيح الثقب الصغير الموجود على الغطاء دخول الهواء منه ليخرج السائل من الفتحة الرئيسية بسلاسة. والمزيد عن أغطية المشروبات، تمكن الأزرار الصغيرة الموجودة على الأغطية العمال في المقاهي والزبائن أيضاً من معرفة محتوى الكوب، إذ يوجد اسم قرب كل زر، تحقق فقط من الزر الذي دفع إلى الأسفل. تشير الأرقام الموجودة على ثمار الفاكهة إلى الطريقة التي نمت بها الثمار بالضبط، فإن رأيت ملصقاً يحمل 4 أرقام أولها 4 أو 3، فهذا يعني أن الثمرة تعرضت للرش بمبيدات الآفات، وإن رأيت 5 أرقام أولها الرقم 9، فتلك إشارة إلى زراعة الثمرة بطريقة عضوية، وإن كان الملصق مكون من 5 أرقام أولها 8، فقد تم تعديل الثمرة وراثياً. وأنت متجه مع أغراضك إلى سيارتك بعد الانتهاء من التسوق، استخدم الحلقات الموجودة في عربة التسوق لتعليق الأكياس، وهكذا لن تتعرض المنتجات اللينة كالخبز والبيض والفاكهة والخضروات للسحق تحت الأغراض الثقيلة. إن لم يكن يرافقك أحد للإمساك بالطرف الآخر من شريط القياس، فيمكنك وضع مسمار لهذا الغرض. والآن ثبت الشريط باستخدام الفتحة الصغيرة الموجودة في كل أشرطة القياس. تساعد الملعقة مربعة الشكل الموجودة في علب مثلجات ماك فلوري على مزج الآيس كريم بالحلوى. تثبت الملعقة بالآلة وتدور. عادة ما تتعطل الأقفال التي توضع في الخارج بسرعة نتيجة لتعرضها لمياه الأمطار. هل ترى هذا الثقب الصغير الموجود في الأسفل؟ صمم هذا الثقب لسكب زيت المحركات بداخله. قم بهذا وسرعان ما سيدور المفتاح في القفل بسلاسة. هل تضرب قاع زجاجة الكاتشب مراراً وتكراراً لكن لا شيء يخرج منها؟ إليك هذه النصيحة البسيطة: اقلب زجاجة الكاتشب بشكل مائل وانقر على منتصف عنق الزجاجة. يقوم الزبائن في العديد من مطاعم الوجبات السريعة بملء أكواب ورقية صغيرة مطوية للحصول على القليل من الكاتشب أو الخردل. إليك هذا الخبر السار: يفترض بهذه الأكواب أن تفتح وتتحول إلى أطباق ورقية صغيرة ليوضع فيها مقدار أكبر من الصلصة. هذا الثقب الموجود في مقبض القدر أو المقلاة ليس لتعليقهما فقط، بل يمكنك الاستفادة منه أثناء الطهي أيضاً، بوضع طرف أداة المطبخ في الثقب لتبقى فوق القدر وتحمي مطبخك من أي فوضى. الغاية من الشعيرات الزرقاء أو أي لون آخر داكن الموجودة على فرشاة الأسنان هي تذكيرك بأن الوقت قد حان للحصول على فرشاة أسنان جديدة. إن لاحظت بأن الشعيرات أصبحت باهتة اللون، فقم بتغيير الفرشاة بأكملها أو غير رأسها. للفتحة الإضافية الموجودة في الجزء العلوي من الحوض عدة وظائف خفية، فمثلاً لو نسي أحدهم إغلاق الصنبور لن يفيض الماء من الحوض ويغمر الحمام، كما أنه بفضل هذه الفتحة يتم تصريف المياه بسرعة، إذ تشكل مجراً للهواء يساعد على تدفق المياه إلى الأسفل. تحتوي معظم السحابات المعدنية على قفل مخفي بداخلها لحمايتك من التعرض للمواقف المحرجة. لا تترك السحاب مرفوعاً للأعلى حيث يقفل تلقائياً عند سحبه للأسفل. يرجع الفضل بذلك إلى تلك الأخاديد الصغيرة المخفية تحت مقبض السحاب. تنبعث الغازات من الحليب الفاسد كغيره من الأطعمة عندما تفسد، لهذا صمم وعاء الحليب البلاستيكي بشكل مقعر من أحد جوانبه، فعندما تتمدد الغازات داخل الوعاء يتمدد الوعاء معها أيضاً وينبثق الشكل المقعر للخارج،
وإن أردت أيضا حفظ الحليب لوقت لاحق ووضعه في الفريزر، فسيتمدد الوعاء عندما يصبح الحليب صلبا، إذ سيشغل مساحة أكبر في الوعاء. الفائدة من رغوة الاستحمام غير محصورة بالاستمتاع بها أو برائحتها الجميلة، بل تساعد أيضا في تنظيم درجة حرارة الماء. تحافظ الفقاعات على الماء ساخنا لتتمكن من الاستمتاع بالاستحمام لفترة أطول. عموما ينجح هذا فقط عند استخدام أحواض استحمام مصنوعة من الأكريليك، حيث تفقد الأحواض المعدنية الحرارة بسرعة كبيرة في كلتا الحالتين. تحتوي العديد من الأكواب والفناجين على أخاديد صغيرة في الجزء السفلي منها، وهناك فائدة من وجودها. إنها مصممة لغسالات الأطباق، إذ تفسح الأخاديد الطريق لخروج الماء دون أن يسقط على قدميك عند إخراج الأكواب من آلة الغسيل. وتسمح هذه الأخاديد أيضاً بتدفق الهواء من أسفل الكوب كي لا يتشقق، حتى لو كان الشاي شديد السخونة. هذا الجزء المدبب الموجود على أغطية المراهم وضع لتحقيق غرض معين، فعادة ما تغلق الأنابيب بقطع صغيرة من ورق القصدير، وبما أنه من الأفضل تجنب فتحها بإصبعك إلا إذا كنت لا تكترث لما سيحل بأظافرك، وضعت هذه النقطة المدببة لتتمكن من فتح الأنبوب بسهولة وأمان. لا تستخدم فرش الدرج المتحرك لتنظيف حذائك. قد يكون من الصعب وضع شمع التنظيف على تلك الفرشاة أثناء تحرك الدرج، بل وضعت في الأساس لحمايتك. تمنعك هذه الفرش من الاقتراب من حافة الدرج حتى لا ينتهي الأمر بمعطفك أو بنطالك الطويل بين الدرج. صممت جميع علب تيك تاك لإخراج حبة واحدة من الحلوى في كل مرة، حيث صمم الغطاء بشكل الحلوى تقريباً. اقلب العلبة ورجها برفق ثم افتحها ببطء، وستلاحظ قطعة حلوى واحدة عالقة في الغطاء. لهذا إن كنت تفتح العبوة وترجها في فمك لتخرج منها 5 حبات أو أكثر، فذاك يعني أنك تتناول تيك تاك بطريقة خاطئة طوال هذا الوقت. لم توضع الكرات الصوفية فوق القبعات في الأساس كإكسسوار جميل، بل كان الهدف منها حماية البحارة من ارتطام رؤوسهم بأسقف السفن المنخفضة. تحتوي حواف جميع القطع النقدية على نتوءات، لكن هل تساءلت يوماً عن السبب؟ في الماضي كانت كل القطع النقدية مرتبطة بمعيار فضي، إذ تتناسب كمية الفضة المستخدمة مع قيمة العملة النقدية. لذا ستحتوي القطعة النقدية التي بقيمة دولار واحد على فضة أكثر من تلك التي بقيمة ربع دولار. وقد وضعت النتوءات على الأطراف لأسباب أمنية، أولها منع تبديل العملة، إضافة إلى أنها منعت نوعاً آخر من أشكال الاحتيال، إذ لجأ البعض إلى تشذيب القليل من أطراف القطع النقدية بمقدار بسيط لا يلاحظه أحد. لكن عند فعل هذا في عدد كبير من القطع النقدية ستحصل على مقدار لا بأس به من المعدن الثمين لبيعه لاحقاً. لكن الحواف ذات النتوءات جعلت هذا مستحيلاً، فإذا حاول شخص ما تشذيب الأطراف ستصبح النتوءات مسطحة، وسيصبح العبث بالقطعة النقدية واضحاً لأي شخص. لكنها لم تكن تظهر على القطع النقدية ذات القيمة الضئيلة كونها مصنوعة من معدن رخيص الثمن، وبالتالي لا توجد حاجة لحمايتها. والآن لم يعد أحد يصنع قطع نقدية من الفضة، لكن بقيت تلك النتوءات. فعندما بدأت الحكومات بإنتاج قطع نقدية جديدة لم يجدوا فائدة في تغيير آلات صك العملة، وبقيت بشكلها القديم ذي النتوءات. إذا سبق لك أن لعبت البلياردو من قبل، فلابد أنك تعرف جيداً تلك الطاولة الخضراء. ظهرت هذه اللعبة في القرن 14، أي قبل كرة السلة ب5 قرون. بالطبع لم يكن لدى الناس آنذاك طاولات البلياردو، إذ كانوا يلعبونها في الخارج على العشب الأخضر. لاحقاً نقلت اللعبة إلى الداخل ليتمكنوا من اللعب حتى في الأجواء الماطرة، وجعلوا الطاولة خضراء كلون العشب. عادة ما يرتدي العاملون في المجال الطبي زياً موحداً، إما باللون الأزرق أو الأخضر، وهناك سبب لذلك. قبل القرن 20 كان الأطباء يرتدون ملابسهم العادية حتى أثناء إجراء العمليات الجراحية، لكن مع التقدم الطبي بدأ الناس الاهتمام بالتعقيم، وهذا ما دفعهم لارتداء زي موحد كان أبيضاً في البداية دلالة على النقاء. لكن كانت هناك مشكلة، وهي صعوبة إزالة بعض البقع عن الملابس البيضاء، ما جعل اللون الأبيض مائلاً إلى أبيض مخضر، وبالتالي كان المنطقي أكثر جعل الزي الرسمي بلون أخضر أو أزرق. إضافة إلى ذلك يركز الجراحون غالباً على اللون الأحمر أثناء العمل، والذي يقابله في دائرة ألوان الطيف اللونين الأزرق والأخضر.
لهذا إن كانت كل الألوان في المكان بلون أزرق مخضر سيصبح من السهل أكثر تمييز اللون الأحمر. اغسل يديك بالصابون الأبيض العادي وسترى بعض الرغوة البيضاء، واغسلهما بصابون أزرق وأحمر وأصفر وأخضر وبأي لون كان وستبقى الرغوة بيضاء. والسبب في ذلك هو ظاهرة تشتت الضوء، يحدث امتصاص أو انعكاس لأي أشعة ضوئية تسقط على أي جسم. الأشياء التي تمتص كل الألوان تكون باللون الأسود، والتي تعكس كل الألوان بلون أبيض. قطعة الصابون الحمراء بلون أحمر لأن اللون الأحمر يعكس اللون الأسود بينما تمتصه الألوان الأخرى. لكن عند إنتاج الرغوة تتكون العديد من الفقاعات الصغيرة والتي تشتت كل واحدة منها الضوء في اتجاهات مختلفة فتبدو بيضاء. هل ترى شيئا عند فرك عينيك؟ تسمى هذه الألوان بالوبصة، ويرجع السبب في ظهورها إلى زيادة الضغط على مقلة العين عند فركها وتنشيط الخلايا العصبية في شبكية العين التي تعالج المعلومات البصرية. وعندما تنشط هذه الخلايا يفسر دماغك ما حدث على أنك ترى الضوء ويحاول رؤيته فعلا. هل تساءلت يوما عن سبب ظهور الهالات السوداء حول عينيك عند الشعور بالإجهاد؟ الجلد أسفل العينين رقيق للغاية، وبالتالي تكون الأوعية الدموية قريبة جدا من سطح البشرة، مما يجعلك تلاحظ أي اختلاف يطرأ عليها بسهولة كبيرة. وعند الحرمان من النوم تصبح البشرة شاحبة فتصبح الأوعية الدموية أكثر وضوحا، وهذا ما يجعلك ترى الهالات السوداء. كذلك مع التقدم في العمر تصبح البشرة أرق بشكل طبيعي، وهذا ما يجعل كبار السن أكثر عرضة لظهور الهالات السوداء. لكن إن كنت لا تزال شابا فعليك أخذ قسط كاف من النوم وستختفي تلك الهالات. يقول الإنجليز جيرماني، ويقول الإسبان ألمانيا، ويقول الألمان دويتشلاند. فتشعر وكأننا نتحدث عن ثلاث دول مختلفة لكنها دولة واحدة فقط. لو كانت هناك فتاة اسمها أوليفيا فسيبقى اسمها كذلك أينما ذهبت، لكن ما الذي يجعل للبلد الواحد أكثر من اسم في لغات مختلفة؟ ظهرت الدول منذ زمن طويل، في ذلك الوقت لم تتمكن الشعوب في البلدان المختلفة من التواصل والتحدث بلغات مختلفة، لهذا كانوا يشيرون إلى الأماكن بالطريقة التي كانوا يفعلون بها ذلك من قبل ولم يتفقوا مع البلدان الأخرى، وبقيت تلك الأسماء عالقة في الأذهان. في الماضي سكنت قبيلة ألمانية اسمها أليماني فيما يعرف الآن بسويسرا، لذا أعتقد أن هذا ما جعل الإسبان يسمونها أليمانيا. ثم توحد الألمان وأطلقوا على أنفسهم اسم دويتشلاند. إن كنت قد شاهدت من قبل عملية تصوير الفيديوهات من وراء الكواليس فلعلك لاحظت أنهم يطرقون الكلاكيت قبل كل مشهد. يساعد صوت الطرق هذا كثيرا في مرحلة تحرير الفيديو، تسجل الصورة والصوت بشكل منفصل ثم تتم مزامنتهما. تصدر لوحة الكلاكيت صوت الطرق القصير في بداية مشهد اللقطة، فيصبح من السهل العثور على مكان بدء المشهد لإضافة الصوت. وهناك سبب آخر هو تقديم المزيد من التفاصيل حول اللقطة المصورة، إذ يضاف على اللوحة معلومات حول المشهد ورقمه وتاريخ التصوير وزاوية الكاميرا وغيرها من الأشياء الأخرى الهامة التي تسهل لاحقاً مراجعة المئات من المقاطع. عندما تذهب إلى المتجر لشراء بعض الأغراض تكون آلة الدفع الذاتي أسرع بكثير من انتظار الزبائن لتفريغ عربات التسوق الضخمة، لكن ذاك الصوت العالي الصادر من الآلة والذي يلقي الأوامر مراراً وتكراراً يزعجك كثيراً. لا تقلق، لدي لك خبر جيد، يمكنك إيقاف تشغيل ذلك الصوت. انظر إلى الشاشة جيداً، سترى زر الصوت في الأسفل، استخدم إصبعك لكتم الصوت المزعج نهائياً. مع أن هذا الخيار المخفي غير متوفر في جميع الأجهزة، إلا أن الأمر يستحق التحقق منه في المرة القادمة. عادة ما تحتوي زجاجة زيت دوار الشمس على هذا الغطاء الداخلي الغريب، ينزع معظم الناس الطبقة العليا كلها من الغطاء ويتخلصون منها، لكن في الواقع هناك طريقة مثالية لاستخدامه. اقلب هذه القطعة التي أزلتها وضعها في عنق الزجاجة، وهكذا ستحصل على موزع رائع ولن تسكب زيتا أكثر من حاجتك. هل تخطط للذهاب برفقة أصدقائك للتنزه في البرية؟ دعك إذن من سلال التنزه التقليدية، لقد كنا مخطئين، فنحن في الواقع بحاجة إلى دلو وليس سلة. صحيح، يفضل وضع الأغراض عند التنزه في عدة دلاء، إذ يساعد ذلك في توزيع الوزن بالتساوي بين جميع المتنزهين. وعند العثور على مكان لطيف للتنزه وإخراج كل الأغراض، ليس عليك سوى قلب الدلاء واستخدامها كمقاعد. وعند انتهاء الطعام، ضع الدلاء داخل بعضها البعض لتوفير المساحة في طريق العودة إلى المنزل.
هل الخبز المحمص الذي تقوم بإعداده على وشك أن يحترق ولا تجد ملقطا في مكان قريب؟ إليك الحل. أحضر شوكتين متطابقتين وثبتهما بإحكام ببعضهما البعض باستخدام شريط مطاطي. ورائع، أصبح الملقاط جاهزا. هل تساءلت يوما عن فائدة هذا القاع المزدوج الموجود أسفل غطاء علبة نوتيلا؟ هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة ذلك. إليك علبة نوتيلا جديدة. لنقم معا بإزالة هذه الدائرة الكرتونية البيضاء ثم القصدير. مفاجأة، ستجد هنا سكينا صغيرا لقص غطاء القصدير الذهبي. والآن أصبحت تعرف كيف تصل إلى طعامك المفضل دون خدش يديك. لا تتخلص من العلبة الزجاجية بعد الانتهاء من تناول النوتيلا، إذ يمكنك تحويلها إلى حامل شموع أو فانوس. اغسلها ولونها حسب ذوقك وأضف إليها بعض الديكورات أو الحروف. ألصق حبل زينة حول عنق الزجاجة وضع شمعة داخل الزجاجة أو ضع بداخلها حبلا من المصابيح الصغيرة، ولن يخمن أحد بأنها كانت في الأصل زجاجة نوتيلا. هذا سر بيننا. هل تساءلت يوما عن سبب وجود حواف حول قطع البسكويت المملح؟ يمكنك استخدام قطعة البسكويت هذه كسكين آمن لتقطيع الجبن وغيرها من المنتجات اللينة كالخيار والنقانق وغيرها. ليس عليك سوى لف قطعة البسكويت وكأنها قطاعة بيتزا صغيرة والضغط عليها. والآن أصبحت جميع المكونات ملائمة لحجم قطعة البسكويت المملح. استمتع بتناول وجبتك الخفيفة. هل لديك صينية خبز قديمة لم تعد تستخدمها لكنك لا تزال متردداً في التخلص منها؟ لدي خبر سار، يمكنك إعادة تدويرها وصنع إطار رائع لأي لوحة أو صورة. هناك طريقتان للقيام بذلك. نظف سطح الصينية من الدهون وضع الصورة على الجزء السفلي، وفي هذه الحالة سيكون الإطار بارزاً إلى الأمام. أو يمكنك قلب الصينية وستختفي الحواف خلفها. والآن يمكنك تعليق هذه اللوحة على الجدار أو وضعها على الرف، ولا تتردد في استخدام الطلاء المعدني لتلوين الإطار باللون المناسب. يمكن للوح التقطيع أن يشكل إطاراً جميلاً للمرآة. استخدم شريطاً مزدوجاً للصق مرآة بحجم مطابق لحجم اللوح، واحرص على لصق المرآة جيداً. والآن يمكنك تعليق اللوح على الجدار مستخدماً مقبضة أو وضعه على خزانة وإسناده على الحائط. لكن لا تنسى غسل وتجفيف لوح التقطيع قبل البدء في الحرفة، فنحن لا نريد أن تنبعث رائحة كريهة من المرآة. هناك استخدام آخر في غاية الروعة للوح التقطيع، وهو الحفاظ على الأسلاك مرتبة ومنعها من التشابك. لف مجموعة من حبال المصابيح الصغيرة حول لوح تقطيع خشبي قديم وضعه في خزانتك، وعندما يحين موسم الأعياد في السنة القادمة ستجدها غير متشابكة. يمكنك استخدام مجفف الشعر لصنع مكنسة كهربائية صغيرة رائعة عند الحاجة إلى القيام بتنظيف طارئ. قص زجاجة بلاستيكية وجففها وضع طبقة من القماش على مروحة مجفف الشعر، ثم ضع المروحة في الجزء السفلي من الزجاجة البلاستيكية وثبت الزجاجة بمجفف الشعر باستخدام شريط لاصق. والآن شغل مجفف الشعر لاستخدامه في تنظيف الأوساخ. يمكنك استخدام موقد الغاز القديم لتعليق نباتاتك الداخلية. ثبت القطع على الجدار بالمسامير وستكون جاهزة لتعليق أواني الزهور وحبال المصابيح وغيرها من عناصر الديكور الأخرى. وإن كان لون موقدك غير مطابق للديكور الداخلي لمنزلك، يمكنك حل المشكلة برذاذ الطلاء. يمكنك أيضاً تحويل عيدان تناول الطعام وعيدان الآيس كريم الخشبية إلى لوحة جميلة تزين منزلك. ألصق العيدان ببعضها البعض لتصنع منها شبكة، ويمكنك أيضاً كتابة اسمك بها أو كتابة أي كلمة أخرى باستخدام تلك العيدان. وبعدها لف الشبكة بحبل من المصابيح الصغيرة واستمتع بقطعة الديكور الجميلة هذه. لا تتخلص من القصدير المجعد، فقد يساعدك في جعل يومك أكثر بهجة. قطع كرات متطابقة من القصدير وألصقها على الزجاج أو على إطار المرآة أو حتى على الكتاب، وسرعان ما ستصبح حياتك أكثر إشراقاً. وإن كنت بحاجة إلى شحذ مقصك غير الحاد، فاستخدم قطعة قصدير واصنع منها كرة تشحذ حواف المقص. أفضل طريقة لتقطيع الخبز هي بقلبه وقطع الجزء الأصلب أولاً. بهذه الطريقة ستحافظ على شكل رغيف الخبز.
عليك أيضا الانتظار حتى يبرد الخبز ليصبح بحرارة الغرفة قبل تقطيعه. عندما تتناول المشروبات بالخارج، غطي الكوب بقواعد الكب كيك، سيمنع هذا الحشرات من الدخول إلى مشروبك. جرب وضع حاويات الآيس كريم في أكياس الغلق الذاتي قبل تخزينها في مجمد الثلاجة. إذا لم تفعل ذلك، ستجد صعوبة في تناول الآيس كريم في اليوم التالي. إذا وضعته في الكيس البلاستيكي، سيبقى الآيس كريم ليناً. بدلاً من فتح كيس الفشار بالطريقة العادية، اثقب جانبه، وبهذه الطريقة لن تتسخ يدك بالدهون. هل حلمت من قبل بالشطيرة المثالية التي لا يخرج الحشو خارج حدودها ويتوزع بتساو على الخبز؟ هذه هي الطريقة. اقطع حشو الشطيرة إلى نصفين. بهذه الطريقة ستغطي كل الخبز بالحشو. يمكنك تحويل الجزء المعدني على قاعدة الدباسة. إذا حولتها ستنحني دبابيس الدباسة إلى الخارج، مما يتيح لك تدبيس شيء بشكل مؤقت، ويمكن إزالة الدبابيس بسهولة عند الحاجة. قد يكون تفصيص الرمان صعبا، لكن ليس بهذه الطريقة. خذ أولا سكينا حادا واصنع 4 أو 6 شقوق من الأعلى إلى الأسفل بالقطع في القشرة وليس في الحبات نفسها، ثم املأ طبقا بالماء الدافئ. اغمر الرمان في هذا الحمام المائي الذي سيمنع العصير الأحمر القاني من تلطيخ ملابسك وكل ما حولك إذا انفتحت إحدى الحبات. ثم افتح ثمرة الرمان بلطف في أماكن الشقوق واسحب كل جزء إلى الخارج. هناك طريقة للإمساك بالبرجر دون تفسخه في يدك. ضع أصابعك الثلاثة الوسطى على قمة البرجر وإصبعيك الخنصر والإبهام تحته. ستحافظ هذه الطريقة على الحشو في مكانه. سحب كيس القمامة من الصندوق أو وضع كيس بلاستيكي جديد مرهق أحيانا، لكن إذا ثقبت صندوق القمامة يمكن للهواء الدخول إليه، مما يمنع الكيس من الالتصاق فيه. جرب تناول تسالي الجبن باستخدام عيدان الطعام. بهذه الطريقة لن تجد أي دهون على أصابعك. إذا كنت تخزن أكياس القمامة، جرب طيها على شكل مثلثات أوريغامي صغيرة، ستوفر لك الكثير من المساحة. الطريقة الصحيحة لتناول الكب كيك هي تناوله كشطيرة. أولاً أزل الكب كيك من القاعدة واقطع الجزء السفلي وضعه في الأعلى. ستستمتع بهذه الطريقة بالكريمة في كل قضمة. بعض عبوات الشوكولاتة مزودة بمنحنيات بين الثقوب التي تحوي قطع الشوكولاتة. إذا ضغطت على هذه المنحنيات ستخرج الشوكولاتة من مكانها. إذا احتجت إلى تسخين طبقين في نفس الوقت، ضع أحدهما فوق كوب. عندما تتناول أجنحة الدجاج، أزل العظام بالإمساك بها ولفها وسحب العظم. بعد فتح صندوق حبوب الإفطار، ينقل بعض الناس محتوياته إلى حاوية أخرى، بينما يكتفي آخرون بطي الكيس البلاستيكي وإرجاعه إلى الصندوق، آملين أن ينتهوا من تناوله قبل أن يفقد نكهته. لكن هناك طريقة أخرى أفضل. بهذه البساطة، عندما تستخدم الخلاط، املأه بالسائل أولاً. ابدأ بوضع الحليب أو ماء جوز الهند أو الزبادي، ثم ضع التوت أو الفاكهة أو السبانخ. عندما تحاول حذف بعض الكلمات، لا تكتفي بوضع خطوط فوقها. لن يساعدك هذا إذا حاول أحدهم معرفة ما كتبت. بدلاً من ذلك، اكتب حروفاً أخرى فوق الكلمات المحذوفة. أمسك بشريحة البيتزا لتصنع شكل حرف يو. سيمنع هذا الحشو من التساقط. يمكنك العثور على عبوات جل السيليكا في الحقائب والأحذية وغيرها من الأشياء التي تشتريها. يوجد الجل في الأغراض لامتصاص الرطوبة الزائدة. لا تتخلص من تلك العبوات. في كل مرة يبتل حذاؤك، ضع إحدى تلك العبوات داخله وسيجف بشكل أسرع. يمكنك الآن التوقف عن وضع مشبك على كيس شرائح البطاطا المفتوح. هذه طريقة سريعة لحفظ التسالي طازجة. ما عليك سوى طي الكيس عدة مرات لتمنعه من الانفتاح. هكذا، لف الملابس خلال طيها أو تخزينها يساعدك في توفير الكثير من المساحة في حقائبك، كما يحمي ملابسك من التجعد ويجعل حقيبتك أكثر تنظيما. استخدم هذه الطريقة للبنطلونات والقمصان وملابس النوم والسباحة والملابس غير الرسمية. للأسف لا تنفع هذه الطريقة للملابس الفضفاضة مثل السترات. يمكنك أيضا استخدام ماسورة تعليق الملابس أو الستائر لتعليق زجاجات الرش بداخل خزانة الحمام لتوفير المساحة. يمكنك استخدام الفتحة الموجودة في المسطرة لتعليقها بخطاط.
يمكنك أيضا تضليلها بقلم رصاص إذا أردت رسم دائرة مثالية. إذا أردت ملء حاوية بالماء ولا يتسع لها الحوض، يمكنك استخدام الجارو. ضعه تحت الصنبور ووجهه حتى ينزل الماء منه إلى الحاوية بالأسفل. بدلا من تقطيع البطيخ إلى شرائح، جرب تقطيعه بالعرض. هذه طريقة مريحة لأكل البطيخ، ولن يتسبب العصير المتساقط في فوضى تعم المكان. عندما تستخدم مكعبات الثلج لقهوتك المثلجة، فإنها تخفف مشروبك ويفقد مذاقه. جرب صنع مكعبات القهوة بدلا من ذلك، إنها سهلة التحضير. صب بعض القهوة في صينية مكعبات الثلج وجمدها. في المطاعم والمقاهي توضع عيدان الأسنان على الطاولة، ويستخدمها معظم الناس بالشكل الخطأ عند تنظيف أسنانهم بعد تناول الطعام مباشرة. الطريقة الصحيحة واللبقة لفعل ذلك هي دخول الحمام وإخراج الطعام بعناية من بين أسنانك. الطريقة الصحيحة لربط كيس القمامة دون ثقب الجزء العلوي هي كما يلي: لا تربط تلك الخيوط الرفيعة معا، أمسك بهما إلى فوق واربط عقدة، ومن ثم اربطهما حول العقدة عبر الحلقة، وها قد تمكنت من إغلاق كيس القمامة بإحكام. لتجفيف حذائك الرياضي في مجفف الملابس بالشكل الصحيح، يجب أن تربط الخيوط معا، ومن ثم تضع الحذاء داخل مجفف الملابس مع ترك أطراف الخيوط في الخارج. أغلق الغطاء حتى تعلق أطراف الخيوط في الباب. انتهيت. تلائم سماعات الأذن السلكية الأذنين بشكل أفضل إن وضعتها بالطريقة الصحيحة، بأن توجه الطرف الذي يحمل السلك إلى الأعلى، ومن ثم يمكنك لف السلك حول صوان الأذن حتى لا تقع سماعات الأذن بسهولة. ينبغي وضع دبوس الشعر مع توجيه الجانب المموج بالقرب من الرأس، ولن يقع من الشعر بسهولة. لا تنظف أسنانك باستخدام الفرشاة الكهربائية بحركات سريعة، ينبغي أن تمر الفرشاة الكهربائية بلطف عبر الأسنان. يمكنك تمزيق أكياس السكر بيد واحدة. أمسك بالكيس فوق الكوب، ومن ثم ضعه على سبابتك وإصبعك الأوسط، وبعدها اضغط بإبهامك على منتصف الكيس الصغير، وبذلك ستمزق الوسط وسينسكب السكر بسهولة. حينما تسكب العصير أو الحليب، اترك عنق العبوة في الأعلى فوق الكأس، وهكذا لن يتراشق السائل في كل مكان. دخلت غرفة وأنت ترتدي نظارات شمسية، أين ستخفيها الآن؟ هل ستتركها على رأسك؟ أم ستعلقها على ياقة قميصك؟ أم تضعها في جيبك؟ تتمثل الطريقة المثلى في وضع النظارات في جيب الصدر مع توجيه العدسات إلى الداخل، وسيظل جزء صغير من الهيكل بارزا من الجيب. ستظل نظاراتك بأمان وعدساتك بعيدة عن التلف. حينما تضغط زر شطف الماء في المرحاض، تأكد من تغطيته دوما بالغطاء، إذ ستتراشق جزيئات صغيرة من المياه المتسخة والجراثيم في كامل الأرجاء عند الضغط على زر الشطف إن تركت الغطاء مرفوعا. لست مضطرا لتمزيق الغلاف البلاستيكي لكرسي تنظيف جلاية الصحون قبل وضعه بالداخل، ضعه فقط في مكانه وأغلق جلاية الصحون. سيحلل الماء الغلاف البلاستيكي. لن تنجح هذه الحيلة مع جميع العلامات التجارية في السوق، لذا تحقق أولا من الإرشادات. أنت لا تستعمل القسم السفلي تحت الفرن بالشكل الصحيح إن كنت تضع فيه المقالي والقدور. يمكنك وضع الأطباق الساخنة هناك، فحرارة الفرن ستبقي طعامك دافئا. وتعد هذه حيلة مفيدة إن كنت تنتظر ضيوفا تأخروا عن الموعد. يملك الجميع كباسا مطاطيا للحوض بشكل مستدير. في الأفلام نرى كيف يستعمل لمعالجة انسداد المرحاض. في الحقيقة هذا الكباس مخصص لمعالجة انسداد الحوض فقط، أما بالنسبة للمرحاض فتحتاج لاستعمال أداة خاصة. قررت تناول التاكو، لكن وقع جل الطعام من الجانب السفلي. ضع تورتيلا ثانية على الطبق وسيتناثر كل الطعام عليها، وبالتالي ستحصل على تاكو جديد. عند استعمال مقشرة الخضروات، يقوم معظم الناس بحركة في اتجاه واحد لتقشير الخضروات، ومن ثم يقلبون الشفرة ويقشرون ثانية. يمكنك قطع القشرة في الاتجاه المقابل وتحريك المكشرة جيئة وذهابا. هذه الطريقة أسرع وأكثر كفاءة. لا تشد حزام رداء الحمام من الخلف، اسحبه وأدخله في حلقة على جانب بطنك، وبعدها اربط الحزام على بطنك كما تشاء. بهذه الطريقة سيكون الرداء مشدودا على جسمك. يستعمل معظم الناس أغطية مقعد الحمام بالشكل الخطأ. الطريقة الصحيحة هي وضع الورق حتى يبدو الجانب المستدير في المنتصف كالجزء الخلفي من الحمام. توهمنا الإعلانات التجارية بأننا نحتاج لتغطية سطح الفرشاة بالكامل بمعجون الأسنان،
لكن قطرة صغيرة كافية لتنظيف أسنانك بالكامل. تريد الشركات أن تستعمل الكثير من المعجون وشراء المزيد منه، لهذا السبب تروج للطريقة الخطأ والأقل كفاءة. نستخدم جميعا مزيل العرق بالشكل الخاطئ طوال الوقت، والطريقة المثلى لاستعمال مزيل العرق هي وضعه خلال الليل قبل الخلود إلى النوم. أسهل طريقة لتقشير الثوم هي وضعه في الميكروويف. اقطع الجزء العلوي ومن ثم ضع الثوم في الميكروويف من 20 إلى 30 ثانية. انتهيت، ستنزع القشرة بكل سهولة من الثوم. يقطع معظم الناس البيتزا من المنتصف إلى الحواف. تنجرف الحشوة دوما عن العجينة وتضطر لقطعها أكثر من مرة. الطريقة الصحيحة والمثلى هي قطع البيتزا بشكل قطري من حافة إلى أخرى. حركتان ستقسمان البيتزا إلى 4 قطع، وبثلاث حركات ستقسمها إلى 6 قطع، وهكذا دواليك. تبين أنه من غير الضروري لف الحقائب بغلاف بلاستيكي. يمكنك وضع قميص على الحقيبة، وحرص على أن يظل المقبض بارزا من الياقة، ولا تنسى صنع ثقب صغير من أجل المقبض الجانبي. بإمكانك استعمال تلك الطاولة المتصلة بمقعد الطائرة كمسند لقدميك. ما عليك سوى ربط حزام أو بطانية صغيرة أو منشفة حول الطاولة وتعليق قدميك. للضغط على الحرف أو الكلمة المطلوبة على شاشة هاتفك، من غير الضروري الضغط بإصبعك على منطقة النص. اضغط على زر المسافة وواصل الضغط للتحكم في الشريط المنزلق. سبوتلايت في جهاز الماك ليس مخصصاً للقيام ببحث سريع بين الملفات والتطبيقات فقط، يمكنك استعماله كآلة حاسبة. ما عليك سوى إدخال معادلة رياضية تحتاج إلى حلها. يستعمل سبوتلايت بيانات القاموس الداخلية كذلك، لذا أدخل أي كلمة وستحصل على بيانات من القاموس حول هذه الكلمة. إن كنت جائعاً ولم تقرر ما تريد طلبه من المطعم، ثمة تطبيقات خاصة في الهاتف ستساعدك على ذلك وتريك شكل وحجم ووزن الطبق.